إلى الجزائر. مكتب المجلس الشعبي الوطني أو ما يعرف يعني أو البرلمان الجزائري قرر إعلان حالة خلو منصب رئيس البرلمان وإحالة القضية إلى لجنة الشؤون القانونية لدراستها في ظرف أسبوع. سيؤدي تأكيد اللجنة القانونية على حالة خلو المنصب إلى انتخاب رئيس جديد للبرلمان. كما قرر المكتب المجتمع برئاسة أكبر أعضائه سنا في غياب رئيسه سعيد بوحجة قرروا دعوة نواب البرلمان لدورة استثنائية طارئة لم يتم تحديد موعدها حتى الآن. وبرر مكتب المجلس اتخاذه قرار إعلان حالة خلو منصب رئيس المجلس بعدم قدرة رئيسه الحالي سعيد بوحجة على تولي المهام المنوطة به. طبعا كنا تابعنا مع حضراتكم تطورات الأزمة في الجزائر وغلق البوابات الرئيسية للبرلمان بالسلاسل أمام سعيد بوحجة يعني، وطبعا تطورات الأزمة اللي بدأت منذ فترة.